يا حبيبتي يا ماما كده ملقدين عليكي. أنا كويسة حبيبتي، أختك شحت فيه. ما تقلقيش، راحت مع مروان شوية كده وحديكي. روحي انت لولدك يا زينب وانا هقعد مع مرات عمي. في يا شمس؟ لا طبعا انا مش همشي واسيب ماما. روحي لولدك يا زينب وكلمي عمتي واكدي عليها، قولي لها تاخد عبد الحكيم توديه لريتال، ولا اقول لك روحي انت بنفسك وخدي عشان ابقى مطمنه. بقول لك ايه يا شمس، ما تحاوليش. بقول لك ايه، انا قلبي مش مطمن على شحن، وهي لو ما تكلمتش مع مروان مش هتتكلم مع حد غيرك. اسمعي الكلام، اسمعي كلام بنت عمك يا حبيبتي عشان تطمنيني انا كمان. يلا يا زينب يلا. حاضر يا ماما انت تشوفي. يلا يلا بسيتك العافيه. مش حواسيكي يا شمس. في عيوني. ما تقلقيناش عليكي يا عمتي، الدكتور طمنا عليكي. يا بنت انا كويسه الحمد لله، بس عايزه اخرج من هنا، عايزه امشي اروح. الدكتور هو اللي يقول، ولا انت قلقانه مني كده برضه يا شمس؟ هقلق منك ازاي يا بت؟ بطلي يا بت تفكري بطريقه جبريه، بطلي. اصلا يا عمتي قعدت مع نفسي وقلت ليه الواحد ما يبصش على الحلو ويعمل زيه؟ ليه بنبص على العفش بس؟ وقلت اعمل زي زينب. قصدك ايه يا شمس؟ قصدي اعتبريني زي شهد وريتال وزينب، وأموريني أنا من يدك دي ليدك دي لو أنت حاسة كده. يا بنتي حبيتة، ده بناتي التلاتة في عين وأنت في العين التانية، ده أنا اللي مربياك يا بنت جبرية. بس خرجيني من هنا. حسن هنا؟ اوعي تصدقي اللي قالته. وليه لا؟ لبنى حربايه زي عمتها، ولا يهمها غير مصلحتها. عاوزه تحرب على البيتي ولا وياكل في بعضه من تاني عشان ما حدش يقدر يبص وراه ولا قدامه. ناديه مستحيل تعمل كده. وليه مستحيل تعمل كده؟ انت مش فاهمه حاجه خالص يا مفيده، شكلك كده. ريتال انت خليتي قلبي يرجع تاني للدنيا لما قلتي لي تعالي شوفي عبد الحكيم. في مش عشانك يا مفيد، ما عملتش كده علشانك. وانا عارفه، عارفه ان انا وانت خلاص قلبنا اتقفل ومحدش فينا لدد على التاني. بس اللي تشيل ولدي وتحافظ عليه احطها جوا عيني واشيل مداسها فوق راسي كمان. البيت الكبير انا مش هدخله تاني، لا خدامه ولا ام لعبد الحكيم بعد اللي حصل. انا دماغي الجزمه خلتنا نخسر اللي جاي، ما تعمليش انت زيي. انا عاوزاكي تبقي عاليه، راسك مرفوعه، الناس تحكي عن ريتال اللي حرقت البيت الكبير ورجعت تبني من تاني. مش فاهمك. انت اللي هتبقي مولدي، واللي بيربي هو اللي بياخد المحبه، واللي بيبقى الظهر والسند والحضن الحنين. عبد الحكيم مش هيشوف غيرك، هيطلع بيكره مفيده من اللي عملته، هيستعر منها مهما تقل ومهما تشرح له. مش هيفهم هي عملت كده ليه. مش هيشوف غيرك انتي، وانا عاوزاكي تبقي الحضن الحنين النظيف اللي كل عيال العيله تجري عليه. وانا مش هسيب طرح عبد الله يا مفيدة. مش نادي، صدقيني مش نادي. انتي فين يا ريتال؟ عمالة بكلمك وانتي ولا انتي هنا؟ انتي عارفة ان ماما في المستشفى؟ ولولا شهد لحيتها كان زمانها ماتت. خدي، شمس قالت لي اسلم لك عبد الحكيم. خدي شكرا عشان نايم. بس أنا معايا ريتال، قوليلي
اوعي تكوني ناوية على حاجة في مخك ومش قايلة لنا عليها. مفيش حاجة في دماغي غير طاري ابني وبس يا زينة. طيب. أهلا وسهلا، والنبي كنتي لسه على بالي. ما بترديش على تليفونك ليه؟ عشان عاملاه على الساكت، صامت يعني، طول اليوم تررن تررن تررن، وأنا بقى نفوخي اتخوت مش قادرة أختي على الدوشة دي والتليفونات، قمت قافلاه عشان أقعد كده وأريح دماغي. أموريني يا ست الكل. طبعا انت جايه لي وعارفه ان الراجل مش موجود في البيت، مش كده؟ ولا يهمك، انا برضو مش هجيب له سير. عودك شد قوي يا نعيم. طول عمري عودي شادد، طول عمري ملفوفه القوام واخد العين يا حبيبتي. بسم الله ما شاء الله عليا. هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في ايه؟ لا اوعي تفتكري ان انا ممكن اقولك على اسرار الراجل وبيتي. يا بنت بطلي اللوع ده وبلاش الطريقه البيئه اللي انت بتكلميني بيها دي. مالها البيئه يا حبيبتي؟ اوعي تكوني بتهدديني، انا يا حلوه اجي بالطبطبه والكلمه الحلوه، فهماني؟ اوكي اديني بطبطبه اهو يا حبيبتي، خدي بالك بقى من نفسك. اخد بالي من نفسي؟ ما انا حلوه اهو، اخد بالي من ايه تاني؟ يا ريت تاخدي انت بقى بالك من نفسك. هو انت يا لا شيء في العالم بتهدديني انا بجد؟ وما هددكيش ليه يا حبيبتي؟ بقولك ايه، هو انت فاكره ان انت هتمشي الكون ده كله على مزاجك؟ انا بقى ههددك، وبكره تشوفي كده لما اركب ودلدل والناحيه تبقى عندنا. بصي يا بت ركزي معايا، انا كنت جايه اتكلم معاكي كلمتين كويسين، بس من الواضح قوي ان انت ما تستهليش اي حاجه سفله. كيفك يا زينات؟ مفيدة؟ عرفتك من صوتك. ساعديني عايزة أروح سرايا محرم. ليه يا زينات؟ ليه حق هناك وعايزة أخده. ما عاوزتش تسيب حقك إياك. زعلان على نور عينك اللي راح منك؟ ما عرفاش تنامي ولا يهدالك بال بعد اللي حصل؟ واللي ظلمك عاوزة تكسفي عمره؟ عايزة إيه مفيدة؟ خلاص ما عايزاش منك حاجة، امشي. وعقلك ده كان فين لما خدتي ولدي؟ خلاص بعد عني. كان فين وانت شايفاني بتقطع ليل ونهار وعقلي هيشت مني؟ وانا مالي؟ هو انا اللي كنت خدته منك ورجعته؟ روحي شوفي مين اللي خده منك. هو انتوا تاكلوا بعض وبعدين تيجوا تحاسبوني يعني؟ عارفه اللي نفسي فيه يا زينات؟ ما عايزاش اعرف. نفسي اقطعك حتت عشان كل ما اشوفك وجع قلبي يرتاح. جايه تحاسبيني يعني؟ روحي حاسبي نفسك وانت راميه نفسك في حضن ريم وسايب ابنك هناك لرتاح لتربيه. روحي حاسبيهم هما. انا عبد المأمور يا مفيده، خدي حقك من اللي كانت بتضحك وقلبك بيتلوى على ابنك. ما تجيش على الغلبان اللي ما بيقدرش يقول غير نعم وحاضر. مفيده انت رحتي فين؟ انت مشيتي يا بت؟ روحي روحي، بس ياكش تيجي بعد كده تشتكي لما الحية تلدعك. السلام عليكم. وعليكم السلام. فوزية حبيبتي وحشتيني، اقسم بالله وحشتيني. انا لو عليا ولا سيبك لحظة، بس هعمل ايه بقى؟ جاتلي شغلانة كده كان لازم اسافر لها. كده من غير ما تقول ولا تسيب خبر؟ ابدا، انا خفت بقى يعني افشل ولا يجرالي حاجه، قلت ارجع بقى تقولي عليا ايه. طول عمرك فاشل. ايه جبرت؟ ده الا جبرت، دي جبرت ونص. وجايبلك معايا هدايا. مش عايزه حاجه منك يا محروس. لا استني بس لما تشوفيها وبعدين احكمي. ها ايه رايك محروس؟ هو طلب وهتنفذه. أمريني. أنا عاوزة أتطلق.